يا ستي قال السيد مهند رح ينام. خلينا بركي بيكبر. قال بده يريح حاله شوي ليروح المساء على العرس بنشاط. انت شو رح تلبسي؟ ما بعرف. البسي الطقم الاحمر الطويل هذا كتير بيلبق لك. بس شو هاي مجنونه. لك بنتي ليش ما بتطلعي مع المدام وبتشتري لك شويه اغراض؟ ايه ما صفي عندك شي تلبسي؟ بصراحه انا مالي حابه اروح. ايه احسن، معناه المسا بنتعشى سوا وبنعمل مشاوي، مزبوط عم سليمان؟ اذا بدها الاموره لعيونها. ايه تكرم عينك. وانا بدي. مو انتي يا بنتي الحلوه، مو انتي، قصدي الخانم الصغيره. اذا بدك لا تروحي نهال، قولي لابوكي ومن نادي للمدام لميس وهيك بتكمل. ايه والله بننبسط كتير. بس انا مو حابة اترك بابا لحاله. روحي روحي، من وقت اللي ماتت امك ما راح ابوك على اي مناسبة. من وقت اللي ماتت ماما. مزبوط. روحي يا حبيبتي، روحي روحي وجيبي شوية اخبار لجماعة المطبخ. استغفر الله العظيم، ايه هاي شهيرة، اذا بعدتي عن السرسرة شوي دفقع بطاع. ايه علمونا بشير. معاذ الله يا ست شهيرة. يا ترى كيف شكل بدلتها؟ عم يقولوا انها فصلتها بفرنسا وقماشتها تقيلة كتير. ايه وين ما تفصلها تفصلها، وعم يعملوا لي عرس لا حيا ولا خجل. ايه لسه 40 مالك بيك ما مرق الله يرحمه. ايه مزبوط. والله كان رجال مقدر ومحترم، ما قدر يتحمل جنان وخيانة مرته الخبيثة. ما رح حقودة ولي على عيونه، جابت آخرته لهالزلمة بسرعة. ما بيصير عيب. ليش ما بيصير؟ الكل بيعرف. واحذري لسه شو عم يقولوا الناس. ما بعرف شو عم بيقولوا. شهيرة خانم شوفي شو وقع على الأرض، لسانك يا حبيبتي ضبيه. اسمع سليمان. لا انت اسمعي، شو هالحكي اللي عم تحكيه قدام صغيرة؟ هلأ نهال صغيرة صارت صبية. تسلم بشير، هذا الصح. ليك يا حبيبتي نهال، هلأ احكي مع أبوكي وبلا ما يروح على العرس. ايه حسبنا الله. انت لا تتدخل. ليش؟ الذنب برقبتها وحدة، فيروز خانم حاطة عينها على عدنان بيك وعم ترسم لتوقعه. شهيرة صحيح الحكي؟ انا هيك حاسة. تروح تنقلع، بابا ما بيوقع بأي مرة. ما بيوقع ما بيوقع، بابا لسه بيحب ماما. طبعا بيحبها يا بنتي. بعدين بابا ما بيزعلني. أكيد ما بيعملها ما بيعملها. صار وقت درسي، لروح جهز حالي بما تنادي لي مدموزيل. ايه روحي يا بنتي روحي حبيبتي. معقول؟ شو هالحكي اللي حكيتيه قدام البنت؟ إيه لازم احكي لها حبيبي، خليها تفتح عيونها احسن ما تخسر ابوها. يعني ليش بده يروح على العرس؟ بعرفه ما بيحب العشقة، أكيد رح يتضايق. لأن هاد اسمه واجب حبيبتي، وبس من اللي رح يرجع على البيت. كملي. هلأ رح يصير بطل الحفلة ولحقي على صور مجلات، وخدي بقى على علاك فاضي بيهز البدن. كملي هالمعزوفة وخلص. وإذا هديك المرة وقعت بابا مثل ما قالت شهيرة؟ نهال شيلي هالأفكار من راسك، ظاهر إنه عم يلعبوا بعقلك جماعة المطبخ. بركي كلامهم مزبوط، يعني ليش هلأ بهالوقت؟ ليش لازم يروح على هذا العرس؟ صار كتير عراس وصار عزايم أكتر، ليش بده يروح على عرس بنت فيروز خانه؟ وليش هي إجت بذاتها لحتى تعزمه؟ هالشي مبين رامي سنارتها. طولي بالك طولي بالك. لا يروح نهال. لا يروح نهال. عم اهلك نهال، شو صار لك نهال؟ خلصنا بلا ما يروح. نهال لا يروح. نهال لا يروح. نهال روح شوي. لا يروح. نهال وقفي. عدنان بيك
نهال، نهال تعال بسرعة. نهال غميت، غميت لغرفتها، يلا بسرعة. جيبي مي. في بغرفتها يا سيدي، شو صار؟ ما في شيء، لا تخافي. على مهلك، على مهلك. نهال بعد لي، نهال أعطيني مي بنتي. نهال بابا شو صار؟ وقعتي وأغمى عليكي. وانت من وين عرفت؟ ما كنت موجود. ايوه تحسنت، ما في شيء، يعني انا رايح. منيحة بشير، لا تخاف علي. يلا منيح، فيكن تروحوا هلا. كانت عم تتمايع، مهند معه حق، عم تتغنج مو شي تاني. وانت شو عرفك؟ كيف صرتي هلا؟ منيحة؟ سيئة بابا. روحوا، لا تروح هالعرس. حاسة بشي يا بنتي؟ ما بعرف، خليك جنبي لا تروح. نهال حبيبتي بلا ما تروحي اليوم على العرس، ارتاحي، ما بتعرفي شو بصير، بس البابا لازم يروح، اتركي. كتير مهم لك هذا العرس؟ أكيد ما نو أهم منك يا حبيبتي، إذا ما لك حاسة حالك منيحة ما بروح. بس تنام شوي أكيد رح ترتاح، ما في شي بس إرهاق، والبابا لازم يشوف رفقاته يسهر معهم، صار له زمان ما شافهم، ما هيك حبيبتي؟ شو رأيك؟ موافقة يا قلبي؟ يلا خلي أبوك يرتاح كمان. أنا منيحة، خلص بابا روح. لا تقلق، أساساً عمو سليمان رح يساوينا المسا مشاوي، كلهم جنبي لا تخاف علي، بعدين هيك ما بترك مراد لحاله. يلا ارتاحي شوي. لا تخاف أنا ما بتركها. Thank you.